من الشيطان والتاليات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهدك إلى ربك وزكى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فأشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نقال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع شمها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك لها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ثم من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك مرساها إنما آله سر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يعملوا إلا عشية أو